إله مع الله قليلا ما تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذا هو الرد الرابع على الملحدين. انتقدوا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. رواه البخاري ومسلم. يتساءلون كيف لا يعترف النبي عليه الصلاة والسلام بالعدوى، مع العلم أن العلماء أثبتوا انتقال الفيروسات عن طريق العدوى، وكيف يأمرنا أن نفر من مرض الجذام المعدي إذا لم يكن هناك عدوى؟ أي أن الحديث فيه خطأ علمي ومتناقض مع نفسه كما يدعون. أيها الأحبة، الرد في نقاط. أولا، قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى، هدفه أن يبعد تفكيرنا عن التشاؤم والخوف والوساوس من الأوبئة والأمراض، الذي أصبح معاناة لدى كثير من الناس، فيتحول من وهم إلى مرض حقيقي. وقد قرر العلم الحديث حقيقة علمية طبية لا جدال فيها، وهي أن الإصابة بالمرض ليست مؤكدة أثناء انتقال الفيروسات بين الناس، فكل إنسان يصاب حسب نظامه المناعي. ليس كل الناس يصابون بالمرض، بل عدد قليل منهم، أما البقية فلا يؤثر عليهم المرض، لأن النظام المناعي يمنع هذه الفيروسات من التكاثر ويقضي عليها مباشرة، وربما لا تشعر بالمرض. لذلك فإن قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى يتفق مع الحقائق العلمية. أما الطيرة والهامة وصفر فهي من عادات الجاهلية، حيث كان الناس يتشاءمون من أشياء لا أساس لها، أشبه بالخرافات والشعوذات التي حذر منها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ليبعد الناس عن الجهل والتخلف ويضعهم على طريق العلم والحضارة. إذن قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى، أي أنه لا عدوى مؤكدة 100%، إنما هناك احتمال أن تصاب بالمرض إذا قدر الله لك ذلك، واحتمال كبير ألا تصاب بهذا المرض. إذن أبعد عن دماغك وعن تفكيرك قضية العدوى، وبنفس الوقت يجب أن تأخذ بالأسباب. وهنا النقطة الثانية أيها الأحبة، قول النبي عليه الصلاة والسلام وفر من المجذوم، إذن أنت ينبغي أن تأخذ بالأسباب. يعني انظروا إلى هذه التقنية، أنت تعتقد يقينا أنه لا يصيبك إلا ما كتبه الله عليك، وتؤمن أن الأسباب يسببها الله وليس الفيروسات وليس البشر، ولكن بنفس الوقت تأخذ حذرك من الأمراض المعدية. فالهدف من قوله عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم، أي أن يبتعد الإنسان عن مكان الوباء ولا يضع نفسه فيه، مع التأكيد على أن المرض لا ينتقل من تلقاء نفسه، بل هو بأمر الله تبارك وتعالى الذي يحرك كل ذرة في الكون. كل ذرة من ذرات الكون لا تتحرك إلا بأمر الله تبارك وتعالى، وهذه الفيروسات لا تتحرك إلا بأمر الله. ينبغي أن تعتقد ذلك لكي تهدأ وترتاح نفسيا، ولا تضيع وقتك بالوساوس والأوهام التي لا أساس لها. إذن النبي الكريم حذر من الاقتراب من المرض، وبنفس الوقت إذا وقع المرض فلا يعتقد الإنسان أن العدوى هي التي نقلت المرض، بل إن قدره هكذا. وهذا يمنح
المؤمن أعلى درجات الراحة النفسية يبعده عن التشاؤم، الذي أثبت العلماء أن التشاؤم هو أكبر مدمر لنظام المناعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يورد ممرض على مصح، أي يجب على المريض أن يتجنب الناس لفترة مرضه لكي لا ينقل المرض لهم، وبنفس الوقت إذا وقع هذا المرض عليك فلا تعتقد أنه بفعل فلان أو فلان أو فلان، بل ينبغي أن تعتقد أنه شيء مقدر من الله ما دمت تأخذ بالأسباب. فأنت الآن في قمة الراحة النفسية. دراسات علمية كثيرة أيها الأحبة تؤكد أن النظرة المتشائمة للحياة والخوف من المرض أسوأ من المرض نفسه. شيء خطير على الإنسان يضعف النظام المناعي، الخوف من الفيروس يضعف نظام المناعة. يعني إذا كان هذا الجهاز المناعي القوي لديك يستطيع أن يقاوم هذا الفيروس بسهولة، في حالة الخوف والتشاؤم والوساوس سوف يضعف هذا النظام وسوف يتغلب عليه هذا الفيروس بسهولة. لذلك فإن قراءة يعني هذا الحديث والعمل به يعطي المؤمن نظرة إيجابية للحياة ويجعله مطمئن القلب ويسرع في شفائه إذا أصيب بالمرض. فالتفاؤل له آثار عجيبة جدا على سرعة التماثل للشفاء. وأخيرا أيها الأحبة، نرجو من جميع المشككين أن يتفكروا في أحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ويسألوا أنفسهم ما هو الضرر إذا التزموا بتعاليم هذا النبي الكريم. ما هي أضرار الطهارة؟ ما هي مخاطر التسامح والعفو عن الآخرين؟ كلها فوائد لا يوجد لها أضرار. ماذا يضرك إذا امتنعت عن شرب الخمر؟ ماذا يضرك إذا امتنعت عن الزنا، عن الشذوذ، عن الفاحش، عن المخدرات؟ ماذا ستخسر إذا اقتنعت بوجود إله كريم رحيم أعد لك جنات واسعة في الآخرة؟ ماذا يضرك إذا عشت حياة نظيفة في ظل تعاليم الإسلام؟ ما هو الضرر الذي سيصيبك إذا أيقنت أن للكون إلها عظيما يغفر الذنوب، يرزق العباد، يمنحك السعادة والطمأنينة؟ وأخيرا أيها الأحبة، نختم بهذه الكلمات الرائعة. قال تبارك وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أإله مع الله تعالى الله عما يشركون.